بالفعل اليوم سيما السيد وزير الحكومة والوظيفة العمومية سيد عبد البريكي، سيما السيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد البنسي، سيد عميد شوقي الديب رئيس الوطنية للفساد. الرأي والحريات في النفاذ للمعلومة، يعني الحق في النفاذ للمعلومة، إذا كان ما فهمش حق المواطن في المشاركة في الخيارات من خلال الديمقراطية لا يمكن أن نتحدث عن سياسة مقاومة الفساد. هذا أصل. الثاني المهم، أي دور الحكومة في هذا الجانب؟ فيه زوج مسائل: الإرادة، الإرادة السياسية عند الحكومة حاصلة بشكل ترجمه رئيس الحكومة في البرنامج اللي قدمه يؤكد يوميا معناتها في المداخلات، وحاصل أيضا في مستوى الشروع في صياغة تشريعات تؤسس لبيئة طاردة للفساد. تشريعات ثلاثة كبار على الأقل الآن، واحد خل حيستفيد وتم التصديق عليه، نفذ المعلومة، نجمش تصلح، نجمش تعمل سياسة تعمل سياسة اللي توفرتش المعلومة. اليوم المعلومة يجب أن تتوفر للجميع على نفس قدم المساواة، لأنه ذيك هي الأرضية اللي باش تدفعنا في اتجاه البحث عن الحلول. لكن فما اقتراح السيد رئيس الحكومة بإيقاف رئيس المدير العام. أنا ذي اللي وصلتني المعلومات، أنا من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قال الحبابي فصرفته. بين أوكي. الناس اللي دخلوا آلاف عنده 10 15 سنة تقلب الطريقة هذه، نطردوهم ولا ما نطردوهمش؟ اللي عنده 10 15 سنة، اللي عنده عامين ثلاثة إذا عنده أساس قانوني مبني المحكمة الإدارية والقانون الإداري واضح مبني على فضل فهو فاضل. أهم القوانين اللي عرضت علينا هي الإخبار عن المفسدين في وإحنا بصدد نقاش الآن في البرلمان، هو مبادرة يعني جات من نظام الرئاسة الحكومة من الحكومة. طبعا كل مبادرة الآن أعتبر أنا يكفي أن الحكومة تبادر بهذا القانون، يدل على المشروع القانون، يدل على أن الماكينة بتاع الدولة في بداية مناقشة الفساد ولا جزء من الحوكمة. وإحنا استمعنا طبعا للسيد الهيئة والسي شوقي الطبيب باش يعبر على آراءه، كان ثم نقد شديد من الهيئة وكذلك ثم عديد المقترحات من النواب، وبالتالي سيكون التفاعل في تطوير القانون هذا باش في نفس الوقت يقاوم معناها الفساد، واللي به الفائدة يلزم يكون فيه نجاعة في القوانين هذه.